ألف ريال، ألف ريال. انتهينا من الجولة الثانية، حنسحب ال 500 ريال شباب، بس تقصروا لي من الصوت هذا. اي ما في مشكلة خلاص. شباب بالنسبة لي اليوم لفريق الشلفة جميع النقاط اللي جمعوها تتقسم على الشباب. يحيى العدل، تمام؟ يحيى العدل. شباب ما جابوا شيء. لا لا مغرل. شباب يحيى العدل، خلنا بس خلاص. شباب بالنسبة لفريق الشلفة يحرمون حلقتين من فقرة الطاقية. وأنا طبعاً أوجه الكلام هذا، لو سمح لفريق الشلفة غداً وبعد غداً يدخلون، أنا بعتذر من تقديم الحلقة. حدا نعتذر، ثعلب فات فات وبجيبه سبع لفات. طاق طاق طاقيه. يلا 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 شباب يلا يلا خلونا نكمل. خالد اذا يسمعني خالد عندكم، احنا ارسلنا له في باركود لمجموعه المسواك، هذه مسابقه اذا كان جاهزه، هي كاشه، اذا كانت جاهزه بس تبلغوني عشان ابي نطلق مسابقه المسواك الطبيه للجمهور. طيب لهم خصم، ما هو بتتقسم درجاتهم، كل واحد له خصم. احنا خلاص لا لا عشان احترام بالنسبه الحرب. لهذا الموضوع خلاص انتهينا. خلاص يستاهلون فعلا والله يا الربع. علي ان اسوء منها لو يخصم 20000. المفروض انك رجل كلنا احنا شباب.